الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أبنائي الأعزاء وبناتي العزيزات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والله إننا نشهد بأن أخانا الحبيب الشيخ محمد صادق، أسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يرحمه، كان من العلماء الربانيين الذين كانوا يضحون بأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد ابتلوا ابتلاء كثيرا بسبب مواقفهم المشرفة، ومع ذلك كان حكيما. فلذلك أنا أدعوكم إلى أن تكونوا ثابتين على المواقف الحقة، وأن لا تميلوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولكن في نفس الوقت أنصحكم دائما بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم إثارة المشاكل وبتحقيق الأمن والأمان وبالوقوف مع المنهج الوسط كما كان شيخكم على المنهج الوسط وسط، وكما كان الإسلام دائما هو دين الوسط. وفقكم الله للمزيد وزادكم توفيقا وسدادا من عند الله سبحانه وتعالى. كونوا دائما مع الله فالله يكون معكم بإذن الله تعالى.